مساء الخير سيد علاء. اهلا، مساء الخير استاذ محمد. يا اهلا وسهلا بحضرتك مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بك سيد علاء. اهلا وسهلا بك على شاشه الحدث. يعني نتحدث اليوم عن القمه العظمى يعني بين الاهلي والزمالك. يعني حدثني يا فندم من وجهه نظرك كيف ترى المشهد الرياضي في هذه الاجواء الساخنه؟ صف المشهد لديك سيد علاء. هو بالفعل المشهد ساخن جدا، الأجواء ساخنة جدا. مباراة القمة فرضت نفسها حدث أساسي. سبقتها كالعادة أزمة كبيرة جدا، كانت برضو مباراة قمة مصغرة بين الأهلي والزمالك في دوري الشباب. طبعا دي ألقت بظلالها السيئة على مباراة القمة. شفنا أحداث كتيرة جدا شغلت الجماهير الأهلي والزمالك على مباراة القمة. يمكن ما فيش غير امبارح بس، بمجرد ما الأهلي والزمالك نهوا مباراتهم في كأس مصر ابتدى التركيز بقى على مباراة القمة. خلاص كان الكل منتظر آخر حاجة، لكن طبعا أكيد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب سخنت الأجواء بشكل مثير جدا، بشكل كناش نتمناه ان القمه تيجي في اجواء زي كده، لدرجه ان كان في دعوه للمهندس احمد مجاهد رئيس لجنه ثلاثيه، عاد اجتماع مع رئيسي النادي الاهلي والزمالك لتهديد الاجواء، لكن الدعوه قبلت بالرفض من الطرفين، من الاهلي والزمالك، مش لشيء الا ان هم عارفين ان القعده ليس لها ملهاش لزوم زي ما بيقولوا. يعني خلاص الاجواء اصلا بين على مستوى ادارات الانديه اجواء رائعه، لكن على مستوى الجماهير اجواء ساخنه جدا. طبعا الاهلي عنده ازمه كبيره جدا جدا قبل مباراه القمه. عنده غيابات كبيره جدا، تقريبا عنده فريق والاحتياطي بتاعه غايبين، كان على 13 لاعب غايب عن النادي الاهلي في هذه مباراه القمه. وده قلق جمهور النادي الاهلي قوي، وخاصه لما نتكلم على غياب واحد بحجم وقيمه محمد الشناوي الحارس الاول في مصر. طبعا ده عامل شيء من الرعب لجماهير النادي الاهلي. البديل البديل علي لطفي، جمهور النادي الاهلي شافه اكتر من مره، للاسف علي لطفي ما قدرش ان هو ينال ثقه جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. حتى مباراه امبارح اهتزت شباكه يعني مع سيد علاء. يعني عذرا لمقاطعه كلام حضرتك، يعني كيف ترى يعني المباريات بالامس؟ يعني كيف شاهدت يعني مباراه الاهلي وايضا الزمالك في كاس مصر؟ يعني ماذا عن الاجواء الرياضيه وماذا عن الاداء؟ يعني صف المشهد لديك سيد علاء. النادي الاهلي طبعا قدم مباراه، يعني انا عايز اقول ان الفريقين خدوا مباراه بطبع تجاري. يعني يكسبوا بس ما كانش لا شيء غير المكسب، بس هم عارفين ان في مباراه قمه وكله كان خايف من الاصابات، وده طبيعي جدا. اي مباراه للاهلي والزمالك قبل مباراه القمه بيكون دايما مباراه الجمهور ما بيعولش عليها كتير فنيا، كل لعيبه بتكون قلقانه. حتى النادي الاهلي امبارح خسر اثنين من اللعيبه اللي كانوا بيعول على مباراه القمه في ظل الغيابات الكبيره جدا. شفنا وليد سليمان بيرجع بعد فتره غياب طويله جدا جدا، وللاسف الشديد بيصاب بشد ويخرج من المباراه. جماهير النادي الاهلي وضعت ايديها على قلوبها زي ما بيقولوا. في نفس الوقت اصيب اكرم توفيق البديل الاساسي لخط الوسط واللاعب الجوكر اللي ممكن يلعب اكتر من مكان. حتى المباراه دي النادي الاهلي طلع منها خسران، اصابه لاعبين مهمين جدا زادوا من حجم الغيابات. بتتكلم على علي معلول ومحمود وحيد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بتتكلم على غياب حمد فتحي وجايه. لا، الغيابات كبيره جدا في النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي قلقان، لان موسيماني حتى الان كل مباراه بيلعبها بتشكيل اضطراري. النادي الاهلي بيقدم فيها عرض بدون المستوى، وبتكون النتيجه كمان مش مرضيه لجماهير النادي الاهلي. شفنا اي مباراه بياخدها موسيماني بتشكيل اضطراري مش بتشكيل اساسي، النادي الاهلي بيتعرض لهزه كبيره جدا، لان الراجل واضح تمام ان هو حتى الان ما قدرش يوصل، ما قدرش يحط ايديه على يعني خطه بديله او تشكيل اخر ثابت. يعني الشناوي بعد اصابته بكورونا يعني هيلعب الماتشات القادمه ولا لا؟ اكيد طبعا بالتاكيد هيلعب. خلاص مهما حصل مباراه القمه هتقف مواعيدها. التحكيم مصر زي ما حضرتك قلت بكره في المسحه الاخيره في الاهلي والزمالك، اخر مسحه، وفي اربع اطقم حكام بكره يخضعوا المسحه صباحا، ونتيجتها هتحدد مين طقم الحكام. طبعا هو الاقرب لحد دلوقتي محمود البنا حكم الدوري المصري، هو الاقرب حتى الان. التسريبات بتقول ان هو المرشح الاول لدرجة مباراه القمه، يليه امين عمر، والاثنين حكام كويسين، لكن طبعا هيكون في رفض كبير جدا جدا ليهم. لان احنا شفنا بالامس امبارح جمهور النادي الاهلي ازاي امبارح ساب فوز فرقته وقعد يتكلم بكتير جدا على التحكيم المصري اللي ساعد الزمالك في الفوز على حرس الحدود بثلاثيه. شفنا ضربتين جزاء للزمالك غير صحيحتين من وجهه نظر كل خبراء اللعبه. فده جمهور الاهلي ابتدى يتخوف اكتر، بيقول لك التحكيم المصري اللي هيدير مباراه القمه دي نوعيه من التحكيم المصري.
في مخاوف كثيره جدا لدى جمهور الاهلي، وفي نفس المخاوف عند جمهور الزمالك. جمهور الزمالك برضه لا يثق في التحكيم المصري، وكان طبعا انا شايف ان كان من الافضل ان اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه كانت تشيل عن 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 نفسها هذا العبء وتسلم المباراه لطاقم تحكيم اجنبي، لكن دي وجهه نظر اكيد يعني وعلينا احترامها يعني. نعم يا فندم، يعني كيف يعني ترى وتشاهد، كيف تفضل يا فندم او من حضرتك يعني من وجهه نظر حضرتك الشخصيه، تفضل التحكيم المصري في هذا الديربي ولا التحكيم الاجنبي؟ اي مباراه قمه في مصر بيديرها حكم مصري. نعم. الكره المصريه بترجع للخلف سنين ضوئيه كثيره جدا جدا، بتحصل ازمات كثيره جدا، واللي نعم. بيدفع الفاتوره دايما هو التحكيم المصري دايما. احنا عمرنا يعني اي مباراه قمه بيديرها حكم اجنبي عمر ما حد بيتكلم على التحكيم خالص، حتى لو اخطا. نعم. حتى لو الحكم كان اخطا، احنا لا نتذكر اسم اخر حكم اجنبي ادار مباراه قمه، ما نتذكرش، لكن فاكرين كويس جدا من ايام محمود عثمان وماتش وهدف حسن شحاته الملغي. نعم. فاكرين كويس جدا ازمه انسحاب الزمالك والحكم المصري اضرب عظيم. فاكرين اخر حكم مصري اصدر مباراه القمه سنه 2016 كان محمد الحنفي واعتراض النادي الاهلي عليه. يعني شوف احنا بنفتكر الحكام المصريين اللي اداروا مباراه القمه على مدار 25 سنه، يعني حضرتك بتتكلم يعني الناس بتستدعى من ذاكرتها اول بكلمه التحكيم المصري. نعم. الناس بتستدعى هدف حسن شحاته وبتستدعى انسحاب الزمالك في وقعه ادرع عظيم، والجمهور الاهلي يفتكر الظلم اتعرض ليه في مباراه محمد الحنفي الاخيره اخر مباراه قضاها طبعا. نعم. لكن ما فيش حد ابدا يقدر، يعني حضرتك لو عملت استفتاء في الشارع المصري دلوقتي قلت له مين اخر حكم اجنبي دار مباراه القمه، مستحيل يعني. نعم. اعتقد ان النسبه تكون 1% ممكن يعرفه. أكيد. مين اخر حكم اجنبي. نعم يا فندم. انا شايف ان القرار ده للاسف الشديد هيكون. نعم. في ضد مصلحه التحكيم في مصر، وانا واثق مهما كانت النتيجه. نعم. الا التعادل لو المباراه انتهت بالتعادل. نعم. ممكن يدير مباراه الدور الثاني اللي هي 10 5 ممكن يدير طاقم تحكيم مصري. نعم. لكن لو المباراه انتهت بفوز اي من الفريقين والحكم المصري لما يرتكب خطا واحد. نعم. مستحيل هيدير المباراه ان شاء الله 10 5 حكم. نعم. حكم مصري اخر ان شاء الله يا فندم. يعني انا اتمنى من هنا من هذا الاستوديو ومن حضرتك يعني من موقعك، يعني اتمنى ديربي يليق بالكره المصريه، يليق ب النادي الاهلي ونادي الزمالك، ان شاء الله يعني ترجع لينا البهجه والبسمه ويعني كل حاجه جميله مفتقدينها في الكره المصريه. بشكرك شكرا جزيلا سيد يعني علاء في هذه الجوله الكبيره على عزة الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على طيب هذه المداخله فن. يعني بعد يعني استمعنا الى الناقد الرياضي السيد يعني علاء عزة تويت معانا على كرسي ذا فويس ايجيبت. حقق حلمك، صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل أو مطرب مشهور، برنامج The Voice Egypt بيقدم لك فرصة ذهبية. دلوقتي تقدر تشارك معنا في برنامج The Voice Egypt. للمشاركة لجميع الأعمار كلمونا على 011-041-60-317. The Voice Egypt، انت النجم.